فضائل الشيخ لعالم من العلماء فتوى يعني في أمر واحد، فتوى تبيح وفتوى يعني تحرم، فهل المعتمد يعني المتأخرة أو نأخذ بالفتوى التي هي أقرب للدليل عندما نحتج؟ الأخ يقول إذا كان العالم قولان هل نختار من هذين القولين أو نأخذ ما هو أقرب للدليل؟ الواجب الأخذ ما هو أقرب للدليل، لأن أقاويل العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، وأقاويل العلماء محكومة لا حاكمة. ومن ثم كان الأوائل من أئمة السلف ينهون عن تقليدهم وينهون عن التعصب لهم، وهذا أبو حنيفة يقول لا تقلد، أقول أن يقول اليوم القول وغدا أرجع عنه. وكان الإمام أحمد يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا، خذوا من حيث أخذنا. فالإنسان إذا بلغ الدليل يعمل به، وإذا كان عنده قدرة على النظر في الأدلة يجب عليه النظر في هذه الأدلة، ما عنده نظر يقتدي بمن لا يقول ولا يتكلم إلا بالأدلة الشرعية، حيث يعرف بالعلم ويعرف بالدين. وقد أحسن من قال قول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، في دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلت بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يقتدون بالنبي صلى الله وسلم عليه.